اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس حيث اطلع السيد الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021-2022 وقد أكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس الجديدة والتطوير المستمر للقناة ورفع كفاءتها عزز من قدرات القناة كمحور عالمي للتجارة ودعم الاقتصاد الوطني للدولة حيث حققت القناة أرقاما ومعدلات قياسية غير مسبوقة في تاريخها من حيث الإيراد السنوي الذي بلغ حوالي 7 مليارات دولار وأعلى معدل عبور للسفن وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن فضلا عن النجاح في استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناه وذلك في اطار الجهود المنتظمه في رفع كفاءه البنيه التحتيه لقناه السويس بهدف زياده وتحسين حركه الملاحه والتجاره الدوليه العابره لها كما استعرض الفريق اسامه ربيع استراتيجيه هيئه قناه السويس لتنشيط حركه سياحه اليخوت وتطوير الموانئ الخاصه بها وتدعيمها بكافه اللوجستيات والخدمات اللازمه لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور اليخوت، نظرا لموقعها المتميز علي البحرين الأحمر والمتوسط، خاصة خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه والصيانة السريعة وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة. واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد عرض جهود هيئه قناه السويس لتوطين صناعه سفن ومراكب الصيد حيث وجه السيد الرئيس بتطوير تلك الجهود لانتاج مراكب صيد تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصريه التي تم تطويرها مثل بحيره المنزله وغيرها وذلك كبديل للقوارب الخشبيه البدائيه المستخدمه حاليا على ان تكون مزوده بالالات الحديثه والمبردات لتخزين الاسماك وذلك دعما للصيادين وال قدرتهم على مضاعفه الانتاج من الصيد